السلام عليكم حبايبي طلاب صف سادس، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير حبايبي. عندنا اليوم يونت 6 لسن 2. ذاك اليوم احنا اخذنا لسن 1، يونت 6 لسن 1 راح نسوي مراجعه سريعه، اللي هو بيك بيك، اجرات اجرات، سبرايت سبرايت، ووش ووش، اد اد، سلايس سلايس، ميكس ميكس، بيل بيل. اوكي، وهاي الكلمات الموجودة عندنا هنا: يضيف يقشر، سبرايد ينشر، سبرايد يبرش، بيل يقشر، بيك يخبز، ميكس يخلط يخلط، ووش يغسل، سلايس يعني يقطع شرائح. اوكي، هاي هم عندنا اخذناها: سلايس اونيونز، جرات تشيز، عندنا هنا بيلد اورنج، اويل، فلات بريد، عندنا فروت او فاكهه. هذا توصيل مالته سويناها. اوكي، راح نجي اليوم على ليسن يونت 6 ليسن 2، ميك ات يور سيلف، ميك ات يور سيلف يعني اصنعها بنفسك. ليسن تو باسم ان هبه، اسمع الى باسم وهبه. ذير از اور ريسيب for easy flat bread pizza. يوجد وصفة سهلة لخبزة عجينة خبز، يعني عجينة 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 مال بيزا. You can make it yourself، يعني تسويها نفسك. It's delicious، إنه لذيذ. These are the ingredients you need، يعني هاي المكونات اللي تحتاجها. ما معنى عندنا كلمة ingredients يعني ingredients يعني المكونات المكونات. okay you need remember that you must ask the parents before you cook anything or use knives. مفروض تستشير الوالدين قبل أن تطبخ أي شيء أو تستخدم السكاكين. هنا عندنا easy flat bread pizza، يعني شطيرة البيتزا البسيطة. هنا عندنا cooking time، يعني مدة الطبخ شقد؟ 10 إلى 15 minutes، 10 إلى 15 دقيقة. ingredients يعني المكونات، شنو هي المكونات؟ flat bread half or one four، يعني عجينة يعني قطعة خبز نصف أو كاملة. each person لكل شخص. grat cheese يعني جبنة مبروشة. peeled and sliced online، نقشر البصل يعني قطائع يعني شرائح. sliced tomatoes، نقطع tomatoes. green or black olives، زيتون أخضر أو أسود. oil، زيت. if you like you can add، إذا تحب تقدر تضيف. pepper يعني شنو pepper؟ pepper يعني فلفل. garlic يعني ثوم. herbs يعني أعشاب. أوكي، هاي بالنسبة لعملية البيتزا. listen to the instructions، انظر إلى ال instructions. listen، انظر إلى ال شنو المكونات عندنا. يعني قلنا انجراتت، يعني قلنا هنا instructions. زين، انظر هنا instructions يعني طريقة التعليمات شنو. brush the flat bread with oil، يعني امسح العجينة بزيت. bakes in the oven for 3 or 5 minutes، ضعه في الأوفن لمدة 3 أو 5 دقائق. take the flat bread out of the oven. take يعني أخذ العجينة في الأوفن. grat the cheese يعني انشر الجبنة. grat يعني ابرش ابرش يعني ابرش الجبنة. spread the grat cheese on the flat bread، يعني انشر الجبنة المبروشة مع العجينة. peel and slice the onions thinly، قشر البصل بصورة رفيعة. thinly يعني شنو؟ بصورة رفيعة.
رفيعة. Wash the tomatoes, slice them thinly and put them on top of the cheese. اغسل الطماطة قطعن بصورة رفيعة and ضعه على أعلى ضعه فوق الجبنة. Cut some green or black olives. أقطع أخضر أو أسود زيتونة and half and put them on top of the cheese and tomatoes. ضعه على الجبنة والطماطة. If you like, you can add, إذا تحب تقدر تضيف some peeled and sliced garlic. بعض شو اسمه بعض الأقشر وبعض الثوم. Some pepper, بعض الفلفل. Some fresh herbs, بعض الأعشاب الفريش. Put the flat bread back in the oven. ورجعها بالأوفن لمدة another 3 or 5 minutes, لمدة 3 أو 5 دقائق. Wash it carefully, انظر عليه بدقة. ما معنى carefully؟ بدقة. When it gets gold brown, مني عندما يكون لونه جوزي, remove it from the oven immediately. Remove it from the oven immediately. يعني رجعها مرة ثانية إلى الأوفن مباشرة. Serve to your family. قدم للعائلة and your friends, الأصدقاء. Enjoy your flat bread pizza. وتمتع بأكلة البيتزا. Use these verbs complete in the instruction. يعني استخدم هاي الكلمات قريب الفراغات اللي هو wash يغسل, serve يقدم, cut يقطع, surprise ينشر, add يضيف, peel يقشر, bake يخبز, grat يعني يبرش. اوكي خليناها بهاي الموضوع. ماشي حبايبي. زين هسه راح نجي على الكراسة. لاحظ هنا عندنا الكراسة يونت 2, عندنا يونت 6 لسن 2. Listen and read. اسمع واقرا. هنا when we cook we should why the ingredients we use grams and kilograms, we can use spoons too. عندما نطبخ يجب أن نزن المكونات, نستخدم لوغرام أو كيلوغرام أو ملعقة. جرام أو كيلوغرام أو ملعقة, يعني من عندما نطبخ يجب أن نزن المكونات, نوزن المكونات بشنو, لو جرام لو كيلوغرام لو بالملعقة أيضا. أوكي زين. When we maths, عندما نحل مسائل, we often measures size. نحن نقيس. ما معنى ميجر؟ نقيس الحجم. How tall, how long, how wide, يعني الطول والارتفاع والعرض. الطول والارتفاع والعرض. We use millimeters, centimeters and meters. نستخدم المليمتر وسنتيمتر ومتر عندما نحل مسائل الرياضيات ونقيس الحجم, الطول والارتفاع والعرض. طول ارتفاع العرض بشنو, مليمتر سنتيمتر ومتر. اوكي زين. هذا هاي من عندما نحل مسألة الرياضيات. زين انا عندنا long wide tall. Then when we travel we usually want to know how far are going, we use kilometers. عندما نسافر نريد ان travel, يعني شنو نسافر, عندما نسافر
نريد عادة أن نعرف how far are we going. نريد أن نعرف المسافة. فش نستخدم we use kilometers. يعني المسافة شو نستخدم؟ نستخدم kilometers. ما معي use نستخدم. أوكي. عندما نسافر نريد أن نعرف المسافة نستخدم كيلومتر. أوكي. هذا مهم كلش. We write these words with short forms called هنا أبي reverberation. أبي reverberations. أبي reverberations. يعني شنو called called أبي reverberations. هاي الاختصارات عندنا هنا. For cooking للطبخ نستخدم جرام، كيلوغرام، سبون. For math للرياضيات مليمتر، سنتيمتر، متر. For traveling للسفر نستخدم كيلومتر. أوكي؟ هذا مهمة. هنا شو يقول write the short form هنا abbreviations under each picture. اكتب صيغة الاختصار تحت الصورة المناسبة. مثلا هنا سنتيمتر، سنتيمتر. هنا سبون، سبون. هنا كيلومتر، كيلومتر. هنا كيلوغرام، كيلوغرام. أوكي، سنتيمتر، ملعقة، كيلومتر، كيلوغرام. أوكي، زين. نجي هنا. This is our recipe for easy biscuit. هذه وصفة لصناعة البسكويت. Make them yourself. They are delicious. اصنعها بنفسك إنها لذيذة. ما مع delicious لذيذة. Remember that you must ask your parents. تذكر يجب أن تستشير الوالدان before you cook قبل أن تطبخ or use sharp knives أو استخدم السكينة الحادة. ما معنى sharp knives؟ يعني sharp knives يعني سكينة حادة. شارب يعني حادة. أوكي. زين. عندنا هنا listen and read. listen and read. نعم. listen and read. Put the instructions in the correct order. اقرأ واسمع وضع المواد في إجابة صحيحة. هنا عندنا ingredients يعني المكونات. شو يتكون من شنو؟ اسمع البسكويت. 100 جرام بتر زبد 100 جرام شوغر سكر 1 ايج ميكست وذ ا فورك بيضة مخفوقة 218 جرام بلان فلور طحين فور ذا ديكوريشن للزينة 250 ايسينج شوغر يعني سكر مطحون 1 الى 142 هنا ووتر ماء food color يعني مطيبات ملونة red blue green yellow orange brown. شنو هي المطيبات الملونة؟ عندنا مثلا أحمر وأزرق وأخضر وأصفر وبرتقالي. أوكي، هاي التعليمات. هنا عندنا instructions التعليمات. ask your mother if you can turn on the oven the temperature should be 180. اسأل أمك عن درجة الحرارة عن عملية البسكويت يجب أن يكون درجة الحرارة 180. فهاي الطريقة العمل البسكويت. مجرد بس نعرف الأرقام راح أقرأها. عندنا number 2 mix the butter and sugar together until light and soft. add the egg slowly and mix with the butter and sugar. أخلط البيض ببطء مع الزبد والشكر. الشكر. Number 4 mix the flour to make a soft ball. اخلط الطحين لتصنع كرات. make your biscuit and a biscuit ball flat and thin about 4 mm. زين. Number 6 cut اقطع دوائر make to your biscuit. اقطع البسكويت على شكل دوائر. Make the circle different size so that each biscuit is like to a plant. سويها على شكل دوائر زين بصورة مختلفة. The biggest biscuit will be the sun. أكبر بسكويت يكون على شكل
الشمس. زين now you share biscuit with your family or friends. الآن شارك البسكويت مع العائلة أو أصدقائك. أوكي عيني. Bake the biscuit for 10 and 20 minutes. خلي يكون البسكويت بالأوفن مدة 10 إلى 12 دقيقة until got brown لحد ما يكون لونها جوزي أو براون أو ذهبي. أوكي حبايبي. هاي بالنسبة لس يونت 6 ليسن 2. هذا كلش مهم. أريد الكتابة بالدفتر. هاي أريد كتابة بالدفتر. أوكي لأنه مهم وزاري وما راح امتحنكم بها. أوكي إن شاء الله تكون قد استفادت من هاي الفيديو حبايبي. زين وأرد لكم إملاء بهذا هم اليونت 1 مال بيك وسبريت وغريت. إن شاء الله أرد لكم بها إملاء حبايبي. صحة وعافية لكم دوم التفوق والنجاح إن شاء الله حبايبي.